استاذ خالد البلش نقيب الصحفيين، اهلا بحضرتك منورنا في صدى البلد. يا اهلا بيكي واهلا بصدى البلد واهلا بكل المتابعين بتاع عندكم. قول لنا، احكي لنا وقول لنا لمدى توصلتوا الى اخر الاجتماع؟ لا، هو الموضوع من البدايه احنا كان الشركه الافريقيه جت النهارده لاعلان الاعتذار لكرولوس والاعتذار لشعبه المصورين والاعتذار لنقابه الصحفيين والاعضائها، وهم عبروا عن تقديرهم التام لكل الصحفيين، وطبعا قالوا ان هم يفتحوا تحقيق داخلي داخل الشركه، او فتحوا تحقيق داخلي بالفعل لمحاسبه اللي اعتدى على زميلنا، وجزء من الموضوع ده. وطبعا سمعنا كرولوس وسمعنا كل الموقع صدى البلد وسمعنا كل الاطراف. وقبل كرولوس البدايه كان كرولوس هو البدايه، قبل كرولوس هذا الاعتذار الذي قدم، واحنا رحبنا بوجودهم في نقابه الصحفيين ورحبنا بخطوه انها في الخطوه في نقابه الصحفيين، وقلنا ان دي بدايه صفحه جديده للتعامل، بس صفحه قائمه على احترام متبادل وقائمه كمان على ان احنا نضع قواعد تمنع تكرار مثل ذلك، وهم ابدوا تفهم. وانتهى ده لنقاش عام حوالين المشاكل اللي بيتعرض لها الصحفيين او مسبباتها، وانتهى الاجتماع لتشكيل لجنه مشتركه ما بين النقابه وشعبه المصورين وشعبه النقاد والشركه الافريقيه وايضا القائمين على المنظومه الرياضيه، بحيث نضع قواعد تحمي الصحفيين وتحمي حريه عملهم داخل وتحمل ويعني تحافظ على حقوق جميع الاطراف وعلى حقوق الصحفيين تحقيق في نقل حر للماتشات. ايه اول رد فعل لحضرتك ونقابه الصحفيين اول ما تلقيت الخبر؟ اول ما تلقيت الخبر انا تواصلت مع كرولوس مباشره، قلت له احنا معاك في كل حتى تاخذ حقك، وبالطريقه اللي انت تراها مش اللي احنا نراها، وبالطريقه التي تحفظ للمهنه كرامتها واللي تحفظ لنقابه الصحفيين هيبتها. وفي اليوم التالي تواصلت معاه وطلبت ان هو يحضر لتقديم بلاغات، وقدمنا بلاغات. وفي اليوم ده عرض علي زملاء شعبة المصورين ان هم في اجراء بيتخذوه في الحالات دي في الماتشات بالامتناع عن تصوير عن اللقطه، وقلت لهم ان ده لابد ان يتبع لان ده حمايه ولابد ان يحدث، وبالفعل حدث. وكنا متواصلين طول الوقت وقلنا ان لابد في اي محاوله، طبعا اتعرض ان يتم الاعتذار في التلفزيون، فقلنا ان الحقيقه ان لابد ان يحدث اي شيء واي خطوات داخل البيت الصحفي نفسه، وكرولوس كان حريص على ده، وكان هذا الاتفاق مع شعبه المصورين ومع صدى البلد ومع جميع الاطراف. الناس مشكورين يعني جاءوا الى بيت الصحفيين واعلنوا ده، وابدوا ان هم مستعدين للتفاهمات اللي تضمن لنا جميعا حريه عملنا. والحقيقه خلاص احنا بهذه الطريقه، وانا اعلنت بشكل واضح داخل الاجتماع ان احنا في هذه اللحظه ما يخص النقابه بشكل عام تم تسويته، ما يخص كرولوس ويخص كرولوس، ونرضى بما ارتضى وهو ارتضى بالصلح. في خلال الاجتماع ايه اهم المتطلبات اللي طلبتوا بيها شركة الامن لحماية المصورين والصحفيين؟ لا، احنا الناس الصحفيين نفسهم طلبوا بتخصيص باب وطريقة تنظيم دخول السيارات وطريقة تنظيم التصوير الداخلي وطريقة التعامل، وانتهينا لان يبقى في لجنة مشتركة، واللجنة مشتركة لطرح كل المشاكل مع كمان تفاصيل المشاكل، بحيث نضع قواعد عامة بتبدأ مع الموسم القادم. والشركة كمان بادرت وقالت ان احنا جاهزين لأي ترتيبات خلال ما تبقى من هذا الموسم، ومن خلال تنسيق دائم هيبدأ من خلال الشعبتين، شعبة النقاد وشعبة المصورين، فده ما تبقى من هذا الموسم. الموسم القادم سنضع قواعد عامة للتعامل، وسيكون لجنة مشتركة للتنسيق ووضع قواعد، بحيث نمنع تكرار أي حوادث، ونمنع أيضا أي تجاوز من اي طرف، ونمنع وكمان نتيح لزملائنا انهم يتحركوا بحريه وبدون مصاعب وبدون متاعب. استاذ خالد البلش نقيب الصحفيين، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليكم ومنورتونا.